بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الفيديو السادس من دورة المحركات الكهربية وأنظمة التحكم، والجزء الثاني من محركات السنجل فيز. في البداية أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. نشوف مع بعض إيه الجديد في الفيديو بتاعنا النهاردة. الفيديو السابق خلصنا الخمس انواع الاولى لحد هنا، وتوقفنا عن الشادد بول. الشادد بول شفنا منه نموذج في الجزء اللي فات من الفيديو ده، وان شاء الله هيكون هو موضوع الفيديو بتاعنا، وهيكون موضوع شيق جدا باذن الله. لكن قبل ما نبدا موضوعنا اليوم، في سؤالين هجاوبهم وصلوني من اصدقائي المتابعين. السؤال الاول عن المفتاح الطارد اللي هو ده، كيف يتم عملية الفصل وإخراج ملفات الستارت أو الكباستور الخاص بالستارت؟ طيب أنا قلت من قبل إن عملية الفصل بتتم بحركة ميكانيكية بفعل الجزء ده. الجزء ده فيه سبرينج، مجرد ما بيدور الموتور وبيبدأ يوصل ل 75% من سرعته، بيبدأ السبرينج ده بيبدأ يفتح شوية، فبيبقى ما بيبقاش قافل على الروتر، فبيبدأ يتحرك للخلف هو أو للأمام على حسب الديزاين بتاعه. هو بيكون موجود في الجزء ده، الروتر هنا والشافت بتاع الروتر بيبقى موجود في الجزء ده، ويبقى الجزء دوت ملامس لسويتش، الحرف بتاع السويتش بيبقى قافل أو فاتح على حسب الديزاين. مجرد ما توصل 75% من السرعة بيبدأ يفتح. هنا موجود بشكل مفصل أكتر، زي ما قلنا اللي هنا هو الجزء ده بيبقى تحتها سبرينج، هنا السبرينج ده هو بيبدأ يفتح، وبيبقى الجزء ده هو اللي بيبقى بيعمل عملية الكونتاكت. مجرد ما بيبقى هنا قافل، وبيبقى الجزء دوت موجود اهو قافل ضاغط عليه، مجرد ما بيوصل ل 75% من السرعة يبدأ الجزء ده يرجع لورا، فبيبدأ يرجع لورا بفعل السبرينج اللي موجود في السويتش نفسه، بتبدأ الريشة بتاعة السويتش ترجع ورا معاه، وبالتالي يفتح. السؤال الثاني كان عن الموتور كاباسيتور ستارت كاباسيتور رن، وقال ان الرسمة ما كانتش واضحة، فانا جبت رسمة تانية، وياريت تكون الرسمة ديت اوضح. الاطار الخارجي ده او الفرام الخارجي هو ده الموتور، ال 115 فولت التغذية بتاعته او ال 220 فولت ايا كانت. الداخلي ده او الملفات دي الستيتور، الجزء ده هو الروتور. طيب دي ملفات التشغيل المين وايندنج او الرئيسية، دي ملفات الستارت، وده الكاباسيتور ران، وده الكاباسيتور ستارت. قلنا قبل كده ان الكاباسيتور ران لو فاليو، قيمة منخفضة او قيمة صغيرة، الكاباسيتور ستارت لارج او هاي فاليو، قيمة عالية. يبقى الكاباسيتور ران قيمة قليلة لو فاليو، الكاباسيتور ستارت قيمة عالية او هاي فاليو. مع الكاباسيتور ستارت في المفتاح السنتريفيجال سويتش او مفتاح الطارد. المفتاح الطارد مجرد ما يوصل عند 75% من السرعة، المفتاح ده هيفصل، يوم الجزء ده كله هيخرج بره، مش هيبقى شغال معانا، هيبقى الكهرباء ماشية بالشكل ده. الرننج وايندنج او المين وايندنج، الملفات الرئيسية للتشغيل بتبقى توازي مع ملفات الستارت بالشكل ده، دول توازي بينهم، اللي هو اللو فاليو الاخير ده، الجزء الاخير اللي هو الستارت الكاباسيتور ستارت هيخرج بره بعد 75% من السرعه. اظن كده هيبقى اوضح، واي سؤال انا تحت امركم. نبدا الفيديو بتاعنا على بركه الله. شادد بول موتور في البدايه، ما معنى شادد؟ يعني مظلل، وبول يعني قطب، يعني معنى كده ان موتور القطب المظلل او المظلل. يختلف عن باقي الانواع الخمسه الماضيه،
بالسنجل فيز موتور اللي هو العضو الدوار الملقب بالقفص السنجابي اللي هو زي ده، اللي هو يعتبر سكويرل كيج موتور زي ما احنا شفنا. فهو نفس الحاجة اللي بيشترك فيها مع الخمسة اللي فاتوا، هو العضو الدوار اللي هو سكويرل كيج موتور أو العضو الدوار القفص السنجابي. له نفس الروتو زي ما قلنا، وله ملف واحد للاستيتور، ملف واحد للاستيتور، لكن يختلف في طريقة بداية التشغيل. هنقول طبعا ليه بيختلف. ليس له ملفات ستارت ولا مفتاح طارد، ملوش الحاجات دي كلها. بيتميز الشادد بول موتور عن باقي السنجل فيز موتور الخاصة بالسكويرل كيج روتور انه افضل المحركات التي تستعمل في حالة استخدام قدرة منخفضة او باور قليل في التطبيقات المختلفة، ولانه يستخدم قدرة منخفضة بيحتاج ايضا الى عزم او ترج منخفض ومعدل كفاءة بسيط. علشان كده تجد الشادد بول موتور او المحرك ذو القطب المظلل لا يتعدى 1/20 الى 1/6 حصان، يعني ما يكملش اكبر الانواع فيه، ما تكملش سدس حصان. طيب لذلك هتلاقي بقى معظم التطبيقات بتاعته زي ايه؟ زي المراوح، زي فتحات العلب الصفيح، زي ماكينات الحلاقه الكهربائيه، زي بلور صغيرة، زي في المطابخ بقى تلاقي حاجات كتير زي مضرب بيض، حاجات كتيرة بقى الست البيت بتستخدمها. ولأن القدرات بسيطة تجد الكثير من المتخصصين لا يعطوه الأهمية الكافية، وأنا هنا بتحدث عن المتخصصين في الوطن العربي. صحيح سعره بسيط، ولو حصل وتلف أو باظ ممكن ترميه في الزبالة وتجيب غيره، بسيطة، لكن أغلب المتخصصين بينظروا له بتعالي في حالة محاولة تصليح. يعني ايه؟ انا هقعد اصلح مروحة بسيطة كده تمنها حاجات بسيطة، لكن قلة سعره لا يعني ابدا اهمال العلم والصناعة والتجارة القائمة على عملية تصنيعه. هناك دول كتيرة جدا تحقق ارباح هائلة من تصنيع مثل هذه الاشياء البسيطة، واحنا هنا بنتناول اهم شيء وهو العلم. فباسم العلم انصحك ان اي جهاز، مروحه، ماكينه حلاقه، اي حاجه في المطبخ، اي حاجه فكها، مش ضروري تصلحها، بس على الاقل فك وشوف ايه اللي جواها وتعرف. طيب اتعرفنا على معنى شادد بول، هو القطب المظلل. طيب ايه هو بقى القطب المظلل ده؟ ما شفناهوش، ما عرفناهوش. طيب احنا ده الموتور اللي قدامنا ده هو ده الشادد بول، وزي ما قلنا ده الاستيتور، ملفات الاستيتور هي ملف واحد. الشادد بول هو الجزء النحاسي ده، هي عبارة عن حلقة رينج، وبيسموه كويل، بيسموه شادنج كويل او بيسموه شادد بول. فهو ده الجزء ده. طب ده بيعمل ايه؟ ده بيبقى الشادد بول كويل او الشادد بول رينج. خلينا نتعرف على الكونكشن الاول، وخلينا نشوف ايه الرسم ده. ده الروتر اللي هو بيبقى موجود هنا، الشادد رينج زي ما بيسموه، زي ما قلنا احنا بيسموه شادد رينج او شادد بول او شادد كويل، التلات اسماء تمشي، بيبقى موجود بالشكل ده. ممكن الاستيتور هو ملف واحد زي ما درسنا قبل كده في الدي سي موتور، وبيتلف على قطبين، بيبقى ملف واحد على قطبين، بيبدأ يخرج وجاي واصل للقطب التاني، ممكن يتقسم لاربع اقطاب زي ما هنشوف بعد شوية. الكونكشن بتاعتنا بتبقى ادي 220، ممكن يتوصل على مفتاح سرعات، يبقى ياخد جزء من الملفات، كل ما زاد الملفات كل ما زادت السرعه بتاعتنا، فهو ياخد جزء من الملفات زي ما شرحنا قبل كده في الترانسفورمر. الكويل بيبقى موجود في الجزء ده، ده الشادد كويل بيبقى موجود في الجزء ده. الروتر في النص هنا في الوسط، هنا الروتر ده بيبقى هنا في الوسط، وبيبقى الشادد بول كويل بيبقى بالشكل ده، يبقى ليه تأثير على حركة الروتر. إزاي بيتم التأثير ده على حركة الروتر؟ زي ما قلنا إنه ممكن يكون متقسم لأربع أقطاب، فهو كويل واحد، فالكويل آدي كويل يتلف على قطب معين، وبعدين يروح نفس الواير يروح يتلف على القطب الثاني، وبعدين يطلع يتلف على القطب الثالث، وبعدين يطلع يتلف على القطب الرابع، وبعدين يخرج. وعشان يبقى عامل لنا قطبية مغناطيسية، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وده بيبقى الروتر. كل قطب منهم
حواليه الرنج بتاعتنا، الرنج النحاسي اللي هو الشادد كويل او الشادد رنج، كل واحد لازم يكون حوالين منه رنج. يبقى ده القطب، وده الفيلد وايندنج او المجال بتاع الملفات بتاع ده، وده الشادد كويل. يبقى كل قطب له جزئين، جزء ملف الرئيسي اللي هو الفيلد وايندنج، والحلقة النحاسية اللي هي الشادد بول. الجزء اللي موجود عند الحلقة ديت بيسموه الجزء المظلل، أما الباقي الجزء غير المظلل. طيب لما يمر التيار الكهربي في الملف يبدأ يتولد مجال كهرومغناطيسي، الكترومغنيتيك فيلد او ماجنتيك فيلد. المجال ده عن طريق يبدا يولد داخل الشادد كويل ده، يبدا يولد تيارات دواميه اي دي كارنتس. طيب الاي دي كارنتس بيتولد لها مجال مغناطيسي اخر بنسميه فلكس 2. يبقى مجال مغناطيسي الخاص بملفات الستيتور او الفيلد وايندنج بيكون فلكس 1. المجال المغناطيسي اللي بيتولد في الشادد كويل في كل واحد منهم فلكس 2. طيب الفلكس 2 ده بيعمل ايه؟ بيكون مضاد للفلكس 1 او المجال الاولاني. ده الكلام ده طبقا لقانون لينز، احنا هنتكلم عن قانون لينز في الجزء الثاني من دورتنا ان شاء الله. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده انه بيتكون فرق في الطور او فرق في الوجه او فيز ديفرنس، زي ما بتعمل ملفات الستارت بالظبط اللي اتكلمنا عنها في الفيديو السابق. يبقى في الانواع الخمسه اللي فاتوا اللي اتكلمنا عنهم في الفيديو اللي فات، اللي كان بيعمل فرق الفيز كان اللي هو الستارت وايندنج اللي هي ملفات الستارت، لكن هنا اللي بيعمل الفرق في الفيز الشادنج كويل، وهو ده اللي بيسبب حركة الروتور وبيبدأ الموتور يشتغل ويدور. فهنا عندنا فرق الفيز بيبقى عبارة عن ايه؟ فرق الفيز عبارة عن ادي عندنا التيار الاساسي بتاعنا اللي هي الساين ويف بتاعتنا، لما بيتولد تيار اخر بيبقى هي ديت بتتعلق بالمجال الاول اللي هو الفلكس 1 اللي هي بتاعت الاستيتور، يبقى ده تيار الاستيتور. طيب تيار اللي هو بيتولد بقى في الشادنج كويل بيبدا من هنا، بيبدا بيعمل عمليه تاخير او فرق في الفيزا، وبيبدا يعمل هنا الفرق في الفيزا ده هو اللي بيدي تورك للموتور ان هو يبدا يشتغل ويقوم ويخرج من حاله الجمود او المكان السكون في المكان اللي هو فيه. ويبقى عندنا التيار الاول اللي هو بيمر في الاستيتور اللي هو ده اللي هو الفلكس 1، ده التيار الاول، وده الساين ويف بتاعتنا. الساين ويف عباره عن كلها من بدايه الزيرو لحد 360، سواء النصف الموجب او النصف السالب. طيب الساين ويف بتاعت التيار الثاني المستحث على الشادنج كويل اللي هو بيبدا من هنا اللي هو الفلوكس 2 اللي هو ده، وبيلتقي عند 90، عند النقطه 90 هو بيبدا التدريج 360، نصف الموجب الاول بياخد لحد 180، والنصف الموجب الثاني بياخد 180 بالماينس، وكله بيبقى 360. انا هنا جبت مروحه بداخلها شادد بول موتور علشان نتعرف عليه اكتر ونعرف ان رغم بساطته وتفاهته من وجهه نظر البعض إلا أنه مبهر جداً أما تتعرف عليه عن قرب.
الجزء ده عبارة عن فيوز 2 أمبير، ده سكويرل جيج روتور، وده اللي هو بسببه بيتم تصنيف الشادد موتور من ضمن مواتير السنجل فيز سكويرل جيج، وده بيبقى هي دي الحاجة الوحيدة اللي هي متشابهة مع الخمس أنواع اللي احنا درسناهم في الفترة اللي فاتت أو الفيديو السابق. بيتكون من الحلقتين اللي هم الألمونيوم زي ما احنا شايفين، والحديد اللي هو شرائح الحديد اللي موجودة في النص زي ما شرحناه بالظبط في الفيديو السابق. ودي ملفات الاستيتور اللي هي بتنقسم لأربع أقطاب زي ما شرحنا بالظبط من شوية. كاباسيتور 1.8 من 10 مايكرو فراد، 250 فولت لتحسين الأداء. أتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم، وإن شاء الله نلتقي على خير في الفيديو القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.